خلينا نتابع دايما مع حضراتكم لسه ملف المصريين او اللعيبه ذو الجنسيه المزدوجه اللي بيلعبوا في اوروبا. النهارده عندنا نموذج وبيلعب في الدوري الانجليزي. النهارده معانا كريم احمد، نبص عليه وعلى امكانياته وعلى بعض معلوماته من خلال المحترف. كريم احمد لاعب ليفربول تحت 18 سنه، لعيب مصري بيلعب في ليفربول، واكيد هو حاطط نموذج محمد صلاح اكيد مليون في الميه قدامه، بيشتغل على نفسه بشكل جيد، مهاجم صريح، لعب او خريج اكاديميه ليفربول، يعني مع ليفربول بقاله سنوات. النهارده بيلعب تحت 18 سنه مع فريق ليفربول، نموذج جديد بنقدمه للمهتمين ومسؤول الكره المصريه عن نماذج كثيرة الحقيقة قدمناها هنا في المحترف عن لاعبين مميزين، وبندعو إن شاء الله أن الاهتمام تاني مش هزهق الاهتمام بهذا الملف، ويكون في تواصل وفي طفرة في عدد المحترفين المصريين الموجودين في المنتخب المصري. عندنا الحقيقة لو اهتمينا بهذا الملف مش هنقل أبدا أبدا عن المنتخب المغربي اللي طبعا فاز ببطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد، وكان السكواد 25 لعيب، كان تقريبا 21 لعيب بيلعبوا في الدوريات الأوروبية وأربع لعيبة فقط بيلعبوا في الدوري المحلي. نموذج الحقيقة جيد جدا، وعندنا وقادرين وعندنا النجوم وعندنا النماذج اللي نقدر إن شاء الله نشتغل عليها الفترة اللي جاية. طيب